اليوم احنا نجرب في تجربة. انا جيت حكيت لماما انه في ولاد بدلهم يضربوا صاحبتي بالمدرسة، هي ضلت تضل حزينة ما تحكي لها ولا حدا، وانا ماما فكرنا كيف ممكن نساعد صاحبتي تبطل حزينة وتصير تلعب معنا. قصة نجاح فلسطينية كان أبطالها أم وطفلتها، اتفقتا على تشكيل فريق للمشاركة في المسابقة العالمية بالذكاء الاصطناعي. فكرة مشروعهم انطلقت للكشف عن حالات التنمر لدى الأطفال في فلسطين. مسابقة الذكاء الاصطناعي هي مسابقة بتستهدف العائلات، وتهدف أنه نحاول أن نلاقي مشكلة في مجتمعنا ونوجد حل إلها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي بيشير هذا المصطلح إلى الأجهزة والآلات اللي تحاكي الذكاء البشري من خلال، وأنها تقدر تقوم بمهام وتعلم نفسها بنفسها من خلال التعلم والاستنتاج. مشروع يبدأ بالرسم على الورق ثم التحليل ثم التقييم من خلال جهاز خاص توضع به هذه الرسومات لاستخراج النتائج لأطفال قد لا يستطيعون نقل ما يجول بخاطرهم من أسئلة أو استفسارات أو حتى شعور مخبأ. طبعا الفريق اللي أنا شاركت فيه اللي هو كان عبارة مكون مني أنا وبنتي سيلينا، وطبعا خدنا الثلاث مراحل، وفي نهاية أو في آخر مرحلة فكرنا في مشروعنا اللي هو كان عبارة إن كيف نحاول نكشف عن حالات العنف والتنمر للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة من خلال تحليل الرسومات لهاي الأطفال. فالأم المعلمة والطفلة الطالبة أصرتا على المشاركة في فريق يرى بفكرتهم حل لمشاكل كثيرة يقع فيها الأطفال الفلسطينيين، فهم اليوم ينتظرون المشاركة في حفل التكريم بالولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزهم ضمن أفضل الفرق في العالم بمسابقة الذكاء الاصطناعي. We enjoyed AI Family Challenge program mostly when we were learning about AI machine learning for kids. إنجاز فلسطيني جديد يستوجب دعما واهتماما لنخب فلسطينية لطالما رفعت اسم فلسطين أمام العالم رغم المعيقات التي لا تنتهي. لفضائية النجاح، عبد الرحمن حسان، بيت لحم.